اولا بقول مبروك ومزيد من التقدم والتألق، ودي تجربة رائدة الحقيقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، سبقت بها الكثيرين. وأنا كان لي الشرف أن أنا كنت ضيف في برامج كثيرة الحقيقة في قناة النادي الأهلي، وطبعا فيها قدر كبير جدا الحقيقة من الموضوعية، ويعني عدم التعصب أو نبذ التعصب، وده شيء الحقيقة اللي أنا يعني بتمناه وبرجوه في كل وسائل الإعلام، أن لما تبقى بتقدم خدمة إعلامية تقدمها من منظور خدمة المشاهد وخدمة المستمع وخدمة القارئ، أنه يشعر بالمصداقية من خلال هذه الوسيلة، سواء بتمثل نادي أو بتمثل دولة. فأنا بعتبر أنه 10 سنين يعني نجاح، أو من نجاح إلى نجاح الحقيقة، وبنتظر منها الكثير. يعني الحقيقة رغم أن أنا بتابع فيها برامج كثيرة لزملاء أعزاء، لأن أنا شايف برضو أنه ممكن يكون في المرحلة اللي جاية مع الزميل العزيز الأستاذ خالد توحيد وهو بيقود هذه المنظومة، لمزيد من الأفكار، ما خصوصا مع عودة ناس الحقيقة كانوا لهم بصمة رجعوا يمارسوا دورهم في تقديم البرامج في القناة من جديد. كل سنة وكل أهلاوي وكل عضو في النادي الأهلي وكل إعلامي يشتغل في قناة النادي الأهلي بقول له كل سنة طيب، كل سنة. ومجلس الإدارة صاحب القرار اللي كان من قبل 10 سنوات، كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب ومجموعة مجلس الإدارة اللي كانت معهم، اللي كانوا أصحاب المبادرة والقرار، شرفت على قصة الكواليس، شرفت بأن أنا كنت حاضر المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه عن بدء تأسيس قناة تحمل اسم النادي الأهلي، وشرفت أن أنا تكلمت في هذا المؤتمر الصحفي، وكان الكابتن محمود الخطيب وقتها نائب رئيس النادي هو المسؤول عن المؤتمر الصحفي هو اللي بيتكلم فيه، وقلت له أنا بحيي مجلس الإدارة اللي اتخذ هذا القرار ليبقي ويضمن للنادي الأهلي ريادته، ليس فقط كزعيم القارة الإفريقية ونادي القرن في إفريقيا، ولكن على المستوى العربي أيضا، أن يكون أول نادي صاحب قناة رياضية خاصة به في الوطن العربي. كان نادي الهلال عشان برضو التوثيق والتاريخ محدش يعتب علينا أو يلومنا، كان نادي الهلال عمل قناة وحجز تردد، بس كانت قناة عاملة زي قنوات الانترنت اللي هي اللي بعد كده طلعت، اللي هي أخبار بس وبتاع كده، لكن ما فيش أي صورة حية، ما فيش أي حدث بينقل على الشاشة. وبالتالي احتفظ النادي الأهلي، أو يعني شاءت إرادة الله عز وجل أن تمنح النادي الأهلي ما يستحقه من أولوية البدء، ويكون له قصب السبق في كل المحافل. طبعا هو قناة النادي الأهلي كانت الإطلالة الأولى لها في أغسطس 2008، ويمكن كانت البداية، كان الأهلي مقبل على شاهد، يعني على الأهلي كان مقبل على نهائي أفريقيا مع القطن الكاميروني في جاروة في الكاميرون، وقتها النادي فاز بالدوري أبطال أفريقيا. قناة النادي الأهلي كان يعني لها إطلالة مميزة بأمانة، وعملت خطوة كويسة في يعني علاقة الأندية ومحاولة يعني لها صوت وصورة ولها شاشة موجودة تدافع عن وجهة نظرها. وجهة نظر أنه كانت منطقية، ما فيهاش يعني مرحلة من مراحل التجاوز أو دعوة للعصبية أو للعنصرية في مجمل. قناة النادي الأهلي تستحق أنها تبقى في مكانها أفضل من كده بأمانة شديدة.